السلام عليكم ورحمة الله. في الجمعة الأولى على رحيل الفنان الكبير سمير صبري، مين اللي راح زاره؟ ليه مفيش حد من أهله تواجد أمام المقابر؟ هنشوف انهيار كبير جدا جدا لفنانة فضلت ماسكة المصحف وعمالة تقرأ قرآن كريم وعمالة تبكي وتقول أنا النهاردة خسرت أبويا وأمي وأهلي كلها من يوم ما أنت رحلت يا سمير. مين هي الفنانة دي وإيه اللغز اللي الناس كلها بتتكلم عنه عن ابن سمير صبري اللي لحد الآن مجاش؟ طب مين الورثة الشرعيين؟ ليه كل يوم بنسمع إن في وريث جديد للفنان سمير صبري؟ يا ترى التركة اللي هو سابها أو الميراث اللي هو سابه يستدعي كل هذه الضجة؟ هنعرف كمان آخر حاجة كانت موجودة في دولابه كانت إيه؟ الورقة اللي لقيوها في الكتاب اللي دائم القراءة فيه كان مكتوب فيها إيه؟ الحلقة فيها أخبار كتير لكن هتكون بصورة سريعة إن شاء الله. في البداية ياريت ندعي لكل موتانا بالرحمة وبالمغفرة. في البداية كده عايزة أقول لحضراتكم إن الفنانة إلهام شاهين النهاردة طلعت بخبر وقالت أنا ما روحتش اسكندرية وما كانش فيه باص من أصله، يعني ما كانش فيه، وإن غادة إبراهيم تستحق الإيقاف لأنها مش تستحق لقب فنانة وهي بتقدم لنا مظهر غير ملائم للغرب، وان احنا لازم نكون متحضرين ونواكب الغرب. طبعا احنا عارفين هي عايزة تواكب الغرب في العري والخلع والملابس الخليعة والمشاهد الجريئة لانها بتدعو للمثلية والشواذ وتقنين بيوت الدعارة، وقبل كده سمعنا تصريحاتها. الفنان حسن يوسف قال انا كنت موجود مع الفنان سمير صبري قبل رحيله ب24 ساعة واوصاني ان انا اخد ورقة معينة فيها مبلغ 100,000 جنيه علشان لزوم الخارجة بتاعته ونقله من المستشفى من الفندق للمستشفى. الفنان سمير صبري توفى داخل الفندق وحيدا وهو عايش في الفندق بس عشان الوحدة يا جماعة، اهله مش موجودين معاه، ابنه الوحيد لحد النهاردة مجاش. بالمناسبة ابنه سنه يتعدى 50 عام وابنه حالته ميسورة، يعني مش هينزل يدور على ميراث، وتربى برا من وقت ما اتولد ووالدته كانت أجنبية وتوفت منذ سنوات طويلة. طيب حاليا في مصر ليه كل يوم بيطلع وريث جديد للفنان سمير صبري؟ ايه هي التركة اللي تستحق كل ده؟ الفنان سمير صبري ما سابش ورث كبير يا جماعة، لانه كان في اخر ايامه بيطالب انه يتعالج على نفقة الدولة، وده اللي حصل لما عمل مداخلة مع عمرو اديب واستجاب الرئيس السيسي وامر بعلاجه على نفقة الدولة. طيب ايه الميراث؟ هو سايب بعض البيوت في أماكن متفرقة لكن ما كانش عنده فلوس موجودة في أحد البنوك، وهو أوصى إن التبرع بأمواله يعني جزء منها للأيتام والجزء الآخر لبنات أخته فقط لا غير، مفيش حد تاني يورث. النهاردة الجمعة الأولى على رحيل الفنان سمير صبري، لقينا المقابر مظلمة مفيش حد، يعني زي ما كنا بنشوف سمير غانم بنلاقي بناته كل جمعة واليوم السابع وكل الجرائد تصورهم. النهاردة ما لقيناش حد من أهله، يعني مفيش ولا حد غير فنانة واحدة وحيدة وهي الفنانة ميرفت أمين، هي اللي راحت يا جماعة النهاردة، وهي أكتر فنانة شفناها متأثرة وسقطت أكثر من مرة علشان وقت دفنه ووقت جنازته. أيضا الفنانة سماح أنور تداول بعض الأخبار والنشطاء إنها راحت عند المقابر متخفية وكانت بتقرأ في المصحف الشريف وانهارت بالبكاء. سر ابنه العلم عند الله، الراجل توفى مش هندخل في موضوع النسب ونقول مين ابن مين. لو الفنانة سماح أنور عندها شك ولا 1% او يقين حتى ان هو ابن سمير صبري ما كانتش هتخبي ابدا، لان هو اعترف في نهاية حياته ان هو كان عايز يتجوزها ويتقدم لها، هي قالت ان هو ابنها بعد ما كانت بتقول متبنياه. يبقى كل واحد بيشيل حاجة بتبقى ليه هو، وهو اللي هيتحاسب. بلاش ندخل في الانساب ونقول مين ابن مين، الله يرحمه ويغفر له، وان شاء الله يعني لو في اخبار جديدة هوفيها مع حضراتكم. سلام عليكم.